برج الحمل. مهنياً يوم جيد وممتع، تبدو في قمة عطائك، حيث تجد أبواب النجاح مفتوحة أمامك. عاطفياً أنت لا تحب الهزيمة، وخاصة بالحب، ولكنك مستسلم وضعيف أمام الحبيب أو الشريك، وهذا ليس بمصلحتك. برج الثور. مهنياً عليك الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار الخسارة التي قد يسببها أحد أفراد الأسرة نتيجة تهوره وطيشه. عاطفياً تعيش حالة من الحب المتجدد في ظل علاقة مثالية ونموذجية مع الحبيب أو الشريك يسودها الانسجام والتفاهم المنقطع النظير. برج الجوزاء. مهنياً مسألة مهنية تتطلب منك وضع النقاط على الحروف. كن حكيماً وشجاعاً ولا تتأثر برأي الأصدقاء. عاطفياً تتهرب كثيراً من مشاعرك وتنتظر أن يكون الطرف الآخر أكثر شجاعة منك. قم بالخطوة الأولى. برج السرطان. مهنياً تمر بامتحان صعب، هناك الكثير من القرارات التي يجب أن تعطي كلمتك الأخيرة فيها لبدء الخطوات اللاحقة. لا تتردد، فالحظ يقف إلى جانبك. عاطفياً غرورك وإحاطة نفسك بالغموض وعدم الوضوح في سلوكك وتصرفاتك سيعكر علاقتك النقية مع الحبيب أو الشريك. برج الأسد. مهنياً خسارة مالية تتعرض لها بسبب ثقتك الزائدة بالآخرين وعدم متابعتك وإشرافك الجيد على أعمالك. عاطفياً ترتكب بعض الأخطاء وتتعرض لانتقادات ومضايقات من البعض، فتجد أن الشريك أو الحبيب يقف ضدهم بقوة. برج العذراء. مهنياً بعض المستجدات تحيط بك، عليك التعامل معها بحكمة وهدوء وادرسها بشكل جيد مبتعداً عن الانفعال. عاطفياً خلاف مع الحبيب أو الشريك حول عدة أمور قد تؤدي إلى فتور في العلاقة. برج الميزان. مهنياً تضع آمالاً كثيرة وتراهن على مشروع أطلقت عليه مشروع العمر، ولكن تكتشف أنه حلم من الصعب تحقيقه. عاطفياً قد تتعرض للإغراء وترتبك عاطفياً وتتذكر واجباتك تجاه الطرف الآخر فتقاوم وتبقى على إخلاصك لحبك الأبدي. برج العقرب. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة أيتن عامر، والفنان ياسر المصري، والفنان صبري فواز، والفنانة عزة بهاء، والفنان مصطفى كريم، والفنان محمد إدريس، والفنان وائل جسار. مهنياً يوم جيد فيه طموح يقترب من التحقيق وتطور في المجال المهني والمادي وحل للمشاكل المادية التي واجهتك مؤخراً. عاطفياً إحدى الصديقات تحاول تعكير صفاء علاقتك مع الشريك أو الحبيب بتلفيق بعض الأكاذيب المغرضة، ابتعد عنها. برج القوس. مهنياً يقف الحظ معك اليوم بقوة وتحصل على نجاح مهني منقطع النظير. عاطفياً ابتعد اليوم عن إغراء قد يجرك إلى نزوة عابرة تندم عليها وتهدد علاقتك مع الشريك أو الحبيب بالانهيار. برج الجدي. مهنياً تعيش قلقاً وإحباطاً دون سبب حقيقي وتنفعل لبعض المسائل المالية والمهنية. كن واقعياً وحكيماً وعالج الأمور بهدوء وصبر. عاطفياً تطلب الصفح من الشريك أو الحبيب على نزوة بريئة سابقة فتجد منه الرغبة لفتح صفحة جديدة من التسامح والحب والثقة. برج الدلو. مهنياً فترة ترقب لنتائج أعمال ومشاريع قمت بها سابقاً، اطمئن ستجد ما يرضيك وستلقى نتائج إيجابية
لثمرة جهودك وتعبك. عاطفياً تتألم من برودة وعدم مبالاة الطرف الآخر، وتقول إنك لا تملك الحظ بالحب. تحرك وساعد نفسك لإنجاح علاقتك العاطفية. برج الحوت. مهنياً تستلم أرباحاً لم تكن تتوقعها، وتوقع عقداً للبدء بمشروع جديد فيه الخير لك. حافظ على النعمة وابتعد عن التبذير. عاطفياً يدهشك اليوم الشريك أو الحبيب بذكائه وبالأعمال التي قررها لتحسين مستقبلكما العاطفي.